أنا اسمي عسل يوسف الخليل لمين سليمان، من قرية صفورية. قرية كانت بلد جهاد، والثورات أكثر الثورات انطلقت من صفورية. أي مواليد حجي؟ أنا مواليد 30 1930. قرية صفورية جاي على تلي، تلي قديمة من قبل الصليبيين، فيها آثارات على زمان الفينيقيين، آثارات كثير في قلب البلد، تحت الأرض كانوا يوجدوها. قرية مناخها منيح، قرية واقعة على تلين، بلد قديمة وبلد جديدة. قرية سكانها ما يقارب 12,000 يوم ما طلعنا. فيها مخاتير، فيها عبد المجيد سليمان، عبد المجيد عبد الحميد سليمان، فيها يوسف سليم السعدي، فيها محمد الموعد، فيها عبد الغني، هذا من الحارة الشرقية. هذول كلياتهم كانوا بنفس الوقت؟ كانوا مخاتير هذول قبل ما نطلع. أيوان. شو كانت مهمتهم حجي؟ مهمتهم يعني راعوا شؤون أهل القرية، يصلحوا بينهن، يوصلوا يعني الشكوى للحكومة. هاي يعني المختار حفاظ على القرية. احنا كنا بالأول بالبلد القديمة، النعقودي، ما هي غير الأغنية اللي عندها العقودي، كيف تفصيل الجوامع تقريب عندنا 4 عقودي. احنا بعدين في أهلي بالبلد الجديدة، عتلي ثاني قبال البلد القديمة، وبنات بيادر كان يحطوا عليها الغلة بالصفية، قمح وشعير وذرة وكذا. عندنا يحوط يعني بساتين على راس القسطل، بساتين ميتها جاي من جبل سيخ، يعني نبع قديم على زمان الصليبيين، لأنه مبني بالأرض تحت، ويجي يصب البستان تبعنا، احنا اسمه بستاننا راس القسطل، معروف ومشهور، تيجي شمات الهواء عليه او السياح او كذا على راس القسطل. ولسه يعني اسال مين بصفر بقول لك راس القسطل. في بساتين ثانيه بتيجي يقولوا لها بساتين الخلديه، بساتين المشيرفي، بساتين الجلخ. احنا بلدنا غنيه بمواردها الماء، وهو الماء الحياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. بعدين احنا لاجل موقعها على جبال وقدامها البطوف، جاي مناخها عذي. شو هي البطوف؟ بطول سهل منبسط بيننا وبين كفر مندا وبين جبل قبالنا، بقولوا له الديدبي. هاي كان الثوار يظلوا فيه، ثوار 36. وهذا البطوف كان غني بمزروعات البطيخ، معروف البطيخ لمحيتنا تصل 10 كيلو البطيخة، والله ما كانت تنزل بالخيشة أو بالمعون اللي يحطوه على ظهر الجمل. في بئر بدوية، في بئر بدوية، هذا قديم هناك بالبطوف، على طرف البطوف من شمال، في قرية اسمها كفر مندا، جاي بيننا وبين كفر مندا. هاي بتروي عليه كل العربان، لأنها في حوالي بلدنا جبال خصبة كلها شجر ومراعي يعني خصبة للمواشي. تروي وين؟ تروي على بير بدوية. هالمقدر كان يا سيدي يعمل تعاليل، ما كانش كهرباء طبعا بالبلد، يوقد نار وتصير الشباب تدبك والصبايا يدبكوا. هاي بالعرس؟ هاي بالليالي، 7 ليالي يعللوا يعني قبل العرس. نهار العرس طبعا قبل بليلة بيذبح الذبايح، فيه تصل لست 7 ذبايح. كمل حجي. كنا عم نحكي على الأعراس، إنه كان 7 ليالي تعليل لل هذول يعني الأغنياء بالبلد. الفقراء بتعرف يعني يا حرام مر بسلام، أما الأغنياء لو اقتصروا على 3 ليالي، أما لازم يعملوا تعليل. ما كانش كهرباء بهذاك الوقت، يشعلوا نار منشان الدبكات والأهازيج. نهار العرس يكونوا من الليل محضرين الذبايح، في من يذبح 7 و3 على قدرته، ويعملوا غدا لتقريب القرية، الحارة الشرقية والحارة الغربية، يتغدوا عند العريس ويطلعوا يزفوا بري البلد.
يدفوه، هناك يكون لابس متحمم ولابس لباس العرس، ويركبوه على فرس وخواته يخيطوا. شو كان لباسه حجي؟ هيك وصف لنا اياه للعريس، وكانه واقف حدك من فوق لتحت. تكرم. العريس بيكون عاملين له قنباز ابيض، هذا بقولوا له بهنس، يجيبوه من غير من الشام، هذا النوع منيح كثير ابيض. بعدين حطه وعقال، كفي وعقال. بعدين ياخذوه بهزيج، ويكون فرس اصيله، لانه في عنا عده خيل اصايل، يركبوه على الفرس وخواته يخيطوا بعباته، يعني ملبسينه عباي وعلى الفرس راكب، ويخيطوا خواته بعباته ويغنوا له اهزيج يعني مخصصه للزفه. كانت طلعه الفلسطينيه هو رعب. اول ما بديو رموا اليهود برميل متفجرات من الهدار، نزل على الحسبه، الحسبه بتقول على سوا الهدار في شارع، نزل قتل ناس كثير بالحسبه، وفي من بلدنا ما بعرفش بس اسمين، المهم قتل ناس من هذا البرميل المتفجرات. هاي هون الثوره بديت. انا كنت بالبساتين بقول لك في البلد صفوريه، طلع الطيارة بتطلع غير من فوقينا، ما هي قبالنا اسمها القعقور، مستعمرة فوقي علوط اسمها القعقور، طلعت صوتها مخيف ماشي شوي، قلنا بي هاي بدها تضرب، والله طلعت يا خايتة من فوق البساتين، نزلت وين؟ ضربت بصفوري، تصاوب بن عبد القادر فيها، عبد القادر الموعد. اسمع ضربت. احنا صفوري كانوا حاطين لاغمين المدخل صفوري كله، يعني كانوا داغمين عند بقولوا له جسر الخلدية، مشان ما لأنها راحت شفا عمر قبلنا، يوم راحت عكا أجوا أخذوا شفا عمر، أهل شفا عمر رجعوا على بلدنا، قعدوا هنا أهل بلدنا، أهل بلدنا كانوا مضيافين يعني يحبوا الغريب ويضيفوه. بهذيك الليلة يوم ما طلعت بدها تضرب على البلد، طلعت من القعقور من فوق علوط، طلعت ضربت بصفوري، هل جت اهل البلد ما عارفه انها هالطلعه بدها تيجي اليهود من شفا عمر، قريب شفا عمر بدها تيجي بدها تذبح، لان كل القيادات طلعت من صفوري، كان 36 او هاي الثور اول النكبه، النكبه هاي تبعتنا، يعني بدك تعدل جيش الانقاذ اكثر من صفوري، كان مفلح الياسين قايد ضابط فيه جيش الانقاذ، ايه كمان من صفوري، يعني احنا عارفين متحاملين على صفوري، بقول لك عاملين قرعه ليله ما بدهم يطلعوا يضربوا صفوري، كثرها طلعت بنات لقيناها عليهن القرعه، ايه وصفوري ضربوها، لكن صارت الناس بس اول ضرب ضربت راح فيها مجاريح، ما راحش قتل، لا انقتل واحد، تعرف انقتل واحد من الغنايمه بقولوا له احمد سعيد غنيم، ايه هذا انقتل ليله ما ضرب الصفوري مات، وورا ثلاث اولاد طلعوا يتامى، المهم طلعت الناس وين على البطوف، وظلت هي طلعتها. اذا بدك ترجع على فلسطين بترجعي ولا يا ريت نقبر في فلسطين؟ هاي يا سيدي الانبياء والاولياء والصحابه والثورات اللي انتصرت من حطين لا القدس فتحها عمر بن الخطاب، انا روحي ومجرى النفس فلسطين.